هلو يا حلوين، فيديو النهاردة هيكون فيديو مقارنة بين بيبي ليس وبين براون. عملت الفيديو ده قبل كده، كان مقارنة بين بيبي ليس وبين رش برش. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس لو حابين تتفرجوا عليه. هعمل النهاردة مقارنة بين البراون الشكل ده اللي معايا، وهعمل مقارنة بين البيبي ليس دي اللي معايا. نشوف النتيجة مين اللي هيطلع احلى. طبعا انتوا شايفين يعني الفاينل لوك، ف بس محدش عارف انا عملت انهي جنب انهي جنب، فهنشوف مع بعض في الفيديو. عملت نص شعري بالبيبي ليس وعملت نص شعري بالبراون، وهنشوف النتيجه مع بعض، وشرحت لكم الفرق بينهم برده وبالاسعار بكل حاجه، وهكتب لكم الكود بتاع كل واحده واسمها تحت في الديسكربشن بوكس، وكمان هيطلع على الشاشه. بس بليز ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. ويلا بينا. هعملها زي الفيديو اللي فات، انا غسلت شعري وسبته ينشف تماما من غير سشوار من غير حاجه، بس سبته ينشف في الهواء كده، بفرده وبسيبه ينشف براحته، وبعدين لميته عشان اصور الفيديو ده. ودلوقتي هقسمه نصين، وزي المره اللي فاتت بالظبط هقسمه نصين واسيب القصه لوحدها، واعمل نص بالبيبي ليس ونص بالبراون. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات، كان نص بالبيبي ليس، كانت بيبي ليس غير اللي انا هستخدمها المره دي، والنص التاني كان براش. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس لو حابين تتفرجوا عليه. واسم البيبي ليس دي واسم البراون الاثنين هسيب لهم لكم تحت في الديسكربشن بوكس برضو، عشان لو عايزين كل بيبي ليس بيبقى لها كود معين، وبرده هسيب لكم الاسم على الشاشه لو حابين انكم تعرفوه، عشان المره اللي فاتت ناس كتير سالتني عليه، وكنت ما انا ما قلتش في الفيديو او ما كتبتش في الفيديو، بس كان مكتوب في الديسكربشن بوكس، فهكتبه على الشاشه وهكتبه برده في الديسكربشن بوكس. البيبي ليس اللي انا هعمل عنها ريفيو هي البيبي ليس. خلينا نبدا المره دي بالبيبي ليس الاول، وبعدين تقريبا المره اللي فاتت برده بدات بالبيبي ليس يعني، بس ما علينا. خلينا المره دي برده نبدا الجنب ده بالبيبي ليس. دي البيبي ليس اللي معايا، طبعا شكلها يعني فظيعه، مقشره ومكسره وكل حاجه مقشره من هنا، طبعا ما بتجيش كده اصلا، بقالها معايا فوق ال7 سنين دي، ومن هنا متكسره وشكلها رفيع، ومكتوب عليها من هنا ايونيك اهي لو شايفين، واخر درجه حراره فيها يعني انا ظبطها على اعلى حاجه. المره فاتت كنت تقريبا عامله على 200، المره دي هعملها على اعلى حاجه، وهعمل برده بالبراون على اعلى حاجه عشان نشوف النتيجه. اعلى درجه حراره فيها 235، واقل درجه حراره فيها اللي هي 140، اقل واحده فيها 140، وبيجي هنا فيها زرار اسمه تقريبا برضو ممسوح، زرار اسمه انتنس وزرار اسمه بروتكت، واحد اللي هو بيقفل وبيفتح. الزرار اللي اسمه انتنس ده اللي هو بيجيب لك اعلى حاجه خالص، الاعلى درجتين 220 و235، وبتقعد تنور وتطفي لغايه ما بتثبت، اول ما تثبت تعرفي ان هي كده خلاص جهزت ممكن تستخدميها. الزرار بتاع البروتكت ده هو بيظبط لك ان انت ما تعليش عن ال200، اول ما ادوس عليه هيروح منزل لي على ال200، ده كده يعني بيحمي شعرك من الحراره وكده. بس احنا هنعمل على اخر درجه، طبعا لو انت فتله شعرك ناعمه ومقصف وكده بلاش تعمليه على اخر درجه، اعمليه على الدرجه البروتكت دي او مثلا 180 وكده. في برده فيديو كامل اتكلمت عنه ازاي تعملي شعرك بالبيبي ليس، وازاي تختاري درجه الحراره المناسبه لشعرك، وازاي تستخدمي سيرم قبلها، وازاي تحمي شعرك من الحراره وتحافظي عليه باكتر يعني باكتر قدر ممكن علشان ما يبص من الحراره ويقصف وكده. هسيب لكم برده لينك الفيديو تحت في الديسكربشن بوكس. طبعا هي بتيجي كده، السلك بتاعها بيلف كده 360 درجه، وبتتقفل برده بلوك كده علشان لما تسيبيها يعني وهي سخنه ما تلسعكيش، ولما تيجي تمسكي من هنا هي شويه بتسخن، فخلي بالك يعني ايدك لو انت بتمسكي بتحبي تمسكي من هنا يعني لا سخنه يعني ما تقدريش تمسكيها من فوق كده. فدلوقتي بقى هقسم شعري بالنص واعمل النص ده بالبيبي ليس، وهحاول ان انا اقسمه، انا بقسمه كده كروكي بايدي، بس هحاول اقسمه بالنص بالظبط عشان يبقى النصين متساويين يعني. مش حاطه على شعري دلوقتي اي حاجه خالص، بس لما كان مبلول حطيت عليه من زيت الارجان ده اللي هو بتاع او جي اكس ده، بس اللي انا حطيته حطيت نقطتين كده وهو مبلول، انما بعد ما نشف ما حطيتش اي حاجه. ف هبتدي بقى اعمله. البيبي ليس دي انا كنت جايباها زي ما قلت لكم بقالها عندي كتير كتير جدا، حتى اقدم من اللي فاتت، اقدم من اللي انا عملت بيها الفيديو اللي فات، كنت جايباها ب1200 جنيه.
بصراحة عملت بحقها وزيادة، يعني قعدت معايا كتير جدا وشغالة حلو جدا كأنها أول مرة. لسه تيجي طبعا قشرت وكده، بس عادي يعني، مش هي دي القصة، إنما هي شغالة حلو يعني. اكتر حاجه بتميز البيبي ليس دي ان هي ارفع من اللي فاتت بكتير، ارفع من اللي كانت في الفيديو اللي فات اللي انا كنت بستخدمها، وطبعا ما فيهاش من هنا الحته بتاعت ان هي فيها من هنا السيراميك مكمل، فمش هتلسعك يعني لو انتي ايدك غلطت ومسكتي من هنا بالغلط، ورفيعه فبتنجز اسرع، رفيعه جدا يعني، ارفع من اللي فاتت بكتير، وخفيفه قوي في وزنها، فسهل ان انت يعني بحس ان انا بنجز بيها شعري بسرعه جدا. التانية برضو بتنجزي وكل حاجه، بس مقارنه مع دي لا، دي اخف واحلى يعني. هاخد برضو خصلة تانية واعمل نفس الموضوع، هحاول اجري شوية بقى الفيديو، يعني ان هو يعني هبين لكم ان انا بعمل شعري، بس شوية هيبقى الفيديو بيجري علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. اوريدي ما عملناش حاجة وبقى 10 دقايق. طبعا هي مكتوب عليها من هنا ايونيك ويفز تقريبا، او ايونيك حاجه، بس انا مش فاكره هي مكتوب عليها ايه لان هي اتمسحت، بس هي بالايونات. لو سكت انا وركزت شويه في الصوت، في صوت كده بيطلع منها، المفروض يعني ان هي كده بتطلع ايونات عشان ما تعملش مع الشعر تقطعه او تقصفه ويبقى شكله بيلمع ومش هايش. خلاص كده خلصت الجنب ده كله بالبيبي ليس، هسرح بقى شعري واقلمه واعمل الجنب التاني بالبراون بقى. انا تقريبا خلصت شعري كله في ربع ساعة او في 20 دقيقة، 18 دقيقة بالظبط يعني، بس عشان انا كنت بتكلم وكنت بصور وكده. بس في العادي انا اصلا بخلص شعري بالبيبي ليس دي كلها في تلت ساعة، شعري كله في تلت ساعة. بشيل بقى الفيشة واحط الفيشة التانية، نقفل دي. ده شكل البراون اللي معايا، برضو هسيب لكم شكل العلبة هنا وهحط لكم صورة ليها، وهسيب لكم برضو الكود بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. هنا ده بتفتحيها وتقفليها من هنا، بس لازم تدوسي وتهولد شوية، وهنا بيبان الشاشة حمراء او لما بتخضر معناها كده ان هي وصلت لدرجة الحرارة اللي انتي حطاها عليها، خلاص ثبتيها. هي بتتفتح على 200، وتهيالي دي اعلى درجة حرارة فيها، خلاص ما فيهاش زي التانية 235. ممكن يعني اللي انتي بتقفليه عليها هي اللي بتفضل عليه. انا ممكن انقص هنا 190، اقل حاجة فيها كام بقى؟ 130، اقل حاجة فيها 130، وبرجع اعلي تاني لغاية ما اوصل ل 200. ومفروض ان هي مكتوب عليها ساتن اينز، ومكتوب هنا ان انتي بتحطيها على الساتن اينز. ده المفروض لما تدوسي على الزرار الاخضر ده كده انا وقفته، المفروض لما ادوس عليه تاني كده وشغلته، وبرده لو انا سكت هتسمعوا صوت زنة كده. ساعات بقى بصراحة الزنة دي اللي هي الصوت ده كده، ده ساعات يشتغل وساعات يفصل. برضو البراون دي عندي من قديم الازل، البراون دي عندي من اقدم من البيبي ليس، عندي من زمان جدا، ممكن فوق 10 سنين ولا حاجة. دي اول بيبي ليس جبتها في حياتي، اول ستريتنر يعني جبتها في حياتي. هنا كمان في زرار اسمه سيليزياس ماكس، او تقريبا يعني ان انت اما بتدوسي عليه بيروح جايب لك اعلى درجه حراره، يعني لو انت واقفه على 140 ودوستي عليه يروح جايب لك ال 200 على طول، بيطلعك على طول بدل ما تقعدي تك 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 تعلي في درجه الحراره يعني.
ومن هنا برضو السلك بيلف 360 درجة، بس ما فيهاش بقى حتة ان هي لوك كده تقفل علشان لو ايدك ما تعملش يعني. فيها برضو ميزة حلوة ان هي من هنا فيها الحتتين دول، فتقدري ان انتي تدوسي كده جامد. الحتتين دول مش بيلقطوا حرارة خالص، فمهما عملتي يعني مهما درجة الحرارة عالت ما بتتلسعيش خالص. وبرضو من هنا مهما دوستي هنا مش زي البيبي ليس، يعني بتحافظ على ايدك ومش بتلسعك مهما عملتي، فما تخافيش من الحتة دي مش هتلسعك. والمفروض ان الحتة الخضرة دي هي اللي بيطلع منها صوت الايونات ده، يعني بصراحة حاسة موضوع الايونات ده افتكاسة، بس مش مشكلة يعني. بس كده دي كل حاجة عنها. كنت جايباها ب 1400 ايام ما نزلت، اول ما نزلت خالص. طبعا نزل منها كذا اديشن بعد كده في زيها بالظبط، بس الحتة دي بدل السيلفر احمر، واعتقد كمان درجة الحرارة فيها اعلى بتوصل ل 235، بس دي انا ما جربتهاش. وفي زي دي بالظبط موجودة، لسه موجودة لغاية دلوقتي، بس اكيد طبعا يعني الاديشن مختلف يعني فيرجن الاحدث بقى، معرفش لان دي عندي بقالها يعني يمكن جايباها وانا في ثالثه ثانوي، وانا متخرجه بقالي 3 سنين، ف بقالها كتير جدا عندي. فدي بقى هعمل بيها الجزء الثاني من شعري واوريكم الفرق بين الاثنين بقى. هو في ريحه شياط ليه؟ انا بقالي كتير ما فتحتهاش اصلا. طبعا ايه بقى، لو انت بتعملي شعرك بالبيبي ليس الاولانيه دي في ربع ساعه، هتعملي بدي شعرك في ساعه مثلا او في ساعه ونص، يعني طول جدا. تقعدي تعيدي على الخصله مره واثنين وثلاثه، يعني فظيعه بصراحه. هحاول بقى اخد خصل رفيعه علشان تعرف تعملهم بسهوله. طبعا دي مسكتها اتقل من البيبي ليس بكتير يعني، بس مش اللي هي صعبة برضو يعني، ستيل عارفة تمسكيها وتتحكمي فيها عادي يعني، مش هو الازمة اللي تخليكي مثلا ما تجيبيش البيبي ليس وتجيبي البراون يعني. بصوا ده شكل الخصلة هي ما اتعملت. بيبي ليس ممكن تاخدي خصل كبيره شويه بتنجز، بس مع البراون دي لما تاخدي خصل كبيره هتلاقي نفسك بتعيدي عليها مره واثنين وثلاثه. فبصوا يعني في هي بيطلع زي ما هو، زي ما دخلتيه زي ما بيطلع، مش لازم تاخدي خصل رفيعه قوي عشان مش هتعملهم مظبوطين. هروح برضو اكمل شعري واجري شويه علشان الفيديو ما يبقاش طويل، ويرجع لكم لما اخلص. طبعا برضو ايه، الحتة اللي قدام دي من هنا تخينة، فبيبقى اصعب ان انت تجيبي الشعر اللي بيبقى بيبي هير شوية، لان البيبي ليست بقى ارفع فبتجيبهم اسهل يعني. مع ان زمان البيبي ليس اللي كانت تبقى رفيعة دي ما كنتش احب اشتريها، كنت اقول مش هتمسك شعري اصلا، دي رفيعة جدا ما تاخدش كمية شعر كتيرة. وكان بيتهيالي ان الرفيعة دي بتتعمل للناس اللي شعرهم قصير او الناس اللي شعرهم خفيف مثلا، ما ينفعش تتجاب لحد شعره طويل. بس عرفت بعد كده ان هو بالعكس، اصلا البيبي ليس كل ما كانت ارفع كل ما كانت احسن. انا بقالي سنين السنين ما عملتش بالبراون دي شعري، سنين بجد مركونه ولا حد بيعبرها. اول لما جبتها طبعا كنت مبهوره بيها وبنتيجتها، بس بعد لما جربت حاجات تانية كتير خلاص دي اتركنت، ما عادش حد بيعبرها اساسا. برضو في حاجة ملاحظاها في البراون، ان انا عمالة بضغط جامد علشان تقفل على بعض. بصوا هنا لما باجي بضغط، طبعا هي سخنت من هنا فمسكيها من فوق احسن. لما باجي بضغط كده هتلاقوا الجزء ده اللي هو يمينكو تقريبا، هو تخين شوية عن التاني. لما بتيجي تضغطي هتلاقي دي دخل شوية لجوه لو ملاحظينها يعني، فبحس ان انا بضغط اكتر
علشان اعمل الشعرايه. انا في البيبي ليس الاثنين قد بعض بالظبط، فمش لما تيجي تضغطي هي مش لما تيجي تضغطي هي بتمسك مره واحده في الشعر، فمش مش بتحتاجي ان انت تضغطي جامد علشان تمسك الشعر يعني او تعمله مظبوط. بتحتاجي شويه تضغطي جامد علشان تتاكدي ان الشعر كله دخل جوه ويعني مسك صح. كده خلاص تقريبا خلصنا، بس انا غالبا هعمل القصه بالبيبي ليس عشان بصراحه انا برتاح في البيبي ليس اكتر. كان يعني في واحده على الفيديو اللي فات كتبت لي ان انا متحيزه البيبي ليس، بس هو في الحقيقه انا مش متحيزه البيبي ليس. انا قلت في الفيديو اللي فات ان انا بجيب كل الحاجات دي بفلوسي، يعني الحاجات دي عندي من زمان، محدش بعتها لي ولا اي حاجه خالص، وانا بعمل دعايه لحد، فانا من زمان وانا بحب البيبي ليس، يعني مش متحيزه البيبي ليس. ما بتدينيش فلوس عشان اقول عليها كده يعني، فانا بستريح فيها. مش انا فكره ان انا متحيزه البيبي ليس على راش براش او متحيزه البيبي ليس على براون، انا بقول تجربتي فقط يعني، واللي انا بعمل بيه. انا دايما كل ما بعمل شعري ما بمسكش حاجه غير البيبي ليس، يعني ساعات بس بيصعبوا عليا ان هم مركونين كده، فبقول يلا جرب، ودايما ايدي بتروح على فيليبس، يعني لا باجي جنب براون ولا باجي جنب راش براش خالص. يوم ما احب اغير بحب اغير لفيليبس. عملت برضو فيديو ريفيو كامل عن مكوة فيليبس اللي عندي، هسيب لكم برضو اللينك بتاعها تحت لو حابين انكم تشوفوها. طبعا مش عارفه ملاحظين ولا لا، بس انا بعيد على الخصلة اكتر من مرتين او ثلاث مرات علشان تتعمل مظبوط. وممكن بفكر اعمل لكم ابديت لان انا نازله الصبح بكره، فهنزل طبعا في الحر والرطوبه وكده، ممكن اوريكم الفرق بين الناحيتين بقى شكلهم عامل ازاي لما نزلت، بدل ما اقفل الفيديو على ان انا عملته كده وخلاص، اوريكم برضو لما انا خرجت بيهم بقى شكلهم عامل ازاي، من الجنب اللي هاش اكتر او الاتنين زي بعض او كده. يعني الجو بقى حر جدا اصلا، ولو عملت شعرك بايه هيهيش برضو، مفيش فايده. كده الجزء اللي اتعمل ببراون، في شويه تكسيره من هنا بس ممكن اعيد عليها تاني مش مشكله. الحته دي شويه مكسره ممكن اعيد عليها تاني. بس كده هروح بقى اعمل القصه البيبي ليس وهي ارجع لكم تاني. ليه بقى حابه اعمل شعري اعمل القصه بالبيبي ليس مش بالبراون؟ لان انا متعوده عليها اكتر، بلس ان هي زي ما قلت لكم رفيعه، فبالتالي لما بتيجي تعملي بيها القصه، وخصوصا لما كانت كمان اقصر من كده، لما كنت عاملاها قصيره خالص كانت دي البيبي ليس دي الوحيده، حتى الثانيه ما كانتش كده. البيبي ليس الثانيه اللي هي في الفيديو الاولاني، البيبي ليس دي رفيعه جدا زي ما قلت لكم من قدام، فبالتالي هي بتوصل لهنا بسهوله، فما بتلاقيش الجزء ده مجعد، فبتقدري تعملي شعرك من غير ما تلسعي نفسك، وبتوصل لكل يعني كل حته صغنونه. بصوا ده الجزء اللي اتعمل بيبي ليس وده الجزء اللي اتعمل براون، تقريبا الاثنين زي بعض. شويه ده هيهيش دلوقتي لان انا مجرباها يا البراون، نزلت ان هي تعمل لك الشعر حلو قوي، اقعدي بيه بس ساعه كده بس في الهواء من غير ما تلميه ولا اي حاجه، هتلاقي الجزء ده بقى قد كده. ده عيبها الوحيد عشان كده انا غيرتها، بس زمان وانا لما جبتها اول ما استخدمتها كانت بالنسبه لي دي يعني افظع حاجه موجوده، وكانت حلوه جدا وكنت ما بستغناش عنها زي ما قلت لكم. بس هتفرق في المسكه بتاعتها، البيبي ليس بصراحه اريح بكتير، وانا قلت ده الفيديو اللي فات برضو، احلى بكتير برضو من الراش براش، وكمان بتنجز معاكي اسرع، فبتخلصي شعرك بسرعه، ما تحسيش ان انت بتاخدي وقت كتير في شعرك، فهيبقى اسهل بالنسبه لك فكره ان انت تعملي شعرك بدل ما تنزلي تروحي لصالون عشان تعملي شعرك. غير كده براون برضو حلوه مش وحشه، بس انا مش بحب نتيجتها على شعري، ما اقدرش اعتمد عليها مثلا في خروجه او رايحه فرح او كده. البراون بعد ما بتعملي بيها شعرك تخرجي بس شويه في الهواء تلاقي شعرك الحته دي بقت قد كده. ممكن اوريكم بكره ابديت، مع ان مش هيبقى فير قوي برضو لان كده كده الجو هيبقى حر ورطوبه، فهما الاثنين شعري هيبوظ كده كده يعني. بس دايما ده اللي انا بلاحظه بصراحه مع براون، يعني لما بعمل شعري بيبي ليس بحس ان انا شعري بيفضل يطول فتره اطول عقبال لما يهيش ويبوظ وشكله يبقى كانه مش معمول. البراون وانس عملتيها على طول بعدها بفتره هتلاقي ان شعرك باظ، ولا كانك عملتي حاجه ولا كانك تعبتي، مع ان انت هتقعدي فتره طويله تعملي فيه. يعني انا لو عملت شعري كله ببراون هقعد اعمله مثلا في ساعه ولا حاجه،
فهتحسي ان انت يعني مجهودك راح حضر كده على الارض. البيبي ليس دي انا عملت بيها شعري في فرحي، كنت اعتمدت عليها اعتماد كلي، انا مفيش كوافير جه عمل لي شعري ولا حاجه، انا عملته بالبيبي ليس دي. عملته الاول كده فردته، وبعد كده ماما ابتدت انها تعمل لي فيه ويفز، وابتدت ان هي تعمله لي يعني شكل معين وكده، بس كنا شغالين بالبيبي ليس دي فقط، دي النوع ده مش التاني. فحلوه جدا وقعد معايا طول اليوم، ما كانش حد مصدق اصلا ان انا اللي عامله شعري لنفسي، حتى الفوتوغرافر نفسه قعد يقول لي انت متاكده ان انت عايزه تعملي شعري لنفسك؟ يعني هتعرفي تعمليه؟ انا اعرف ان دايما العروسه ممكن تعمل ميك اب لنفسها، بس الشعر دي جديده عليا. فعايزه اقول لكم ان هي بصراحه تحفه جدا جدا يعني. وبس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، اعملوا سبسكرايب للقناه، فولو مي على انستغرام، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.